السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتنا اجي تعلم. هذا الفيديو غندوزو للصفحه 121 مقرر ديالنا النجاح في الرياضيات، طبعا الدرس ديال قياس السعه. ندوزو الصفحه كما قلنا 121 الثمن الاول، ولونوا بالاصفر الاناء الذي له اصغر قياس السعه. طبعا تلاحظوا هنايا عندي هنا الديكاليتر وعندي هنا الهكتوليتر وعندي هنا الليتر. طبعا اصغر وحده طبعا عندي هي، إذا كما تلاحظوا معنا عندنا هنا واحد ديكاليتر هي 10 لتر، وهنا عندي 5 لتر، إذا طبعا أصغر وحدة هي هذا البرميل الصغير، وهنا طبعا لاحظوا هذا الحوض هذا فيه 4 هكتوليتر، إذا لا حولناها راه بتعطيني 400 لتر، إذا هذا هو أكبر واحد. ندوزو للتمرين رقم 2، أصل كل إناء لقياس سعته. طبعا تلاحظوا هنا أصغر وحدة عندي هي المليليتر، طبعا المليليتر غنخدمو هنا بالإبرة الصغيرة، وعندنا هنايا اذا ما غتجاوزنا لتر كما قربنا تلاحظوا انا قربنا لتر، وعندي هنا سطل تيفوت ليا مثلا 20 لتر او 10 لتر، اذا ها كما تشوفون الجواب. طبعا نمروا التمرين رقم 3، اذا اختاروا افضل تقدير. اذا غنشوفوا هنا كما قلنا عندنا السطل ديال الماء، اذا تيمشي لنا ما بين 5 حتى 20 لتر، طبعا هنا غنستعملوا لتر ما غنستعملوش المليلتر حيت صغير بزاف، كذلك السنتيلتر قنينه صغيره، اذا غنستعملوا لتر. قياس سعة القطارة أو الإبرة، إذا هذه الإبرة تنستعملها بالمليلتر طبعا كذلك، برميل ما غنستعملوش المليلتر لأنها صغيرة بزاف، كذلك السنتيلتر فقط القارورات الصغيرة، إذا غتعطيني 20 لتر. بالنسبة للقارورة الحجم ديالها تتراوح ما بين نصف لتر ولتر ونصف أو لتران، إذا تلاحظوا هنا اللي عندي لتر 1 لتر. مزيان ندوزو التمرين رقم 4، هذا فيه واحد شوية ديال الحساب ولكن إن شاء الله غادي نخدمو عليه جميع. 42.5 ديكاليتر مع 12.5 لتر ناقص 2.5 لتر، طبعا هذه هنا تنحاول ندير لها الجمع، غندير لها هنا الجمع. اذا طبعا غادي ناخذ حنايا كما قلنا غناخذ 42.05 نحطوها في الجدول ديالنا، وغنشدوا 12.5 ونحطوها، طبعا ما حطوش الفاصله كما تلاحظوا، وغنحسبها لان هذه مع هذه بما ان ما كاينش هنا لا ناقص لا والو، غندير عمليه الجمع بيناتهم. اذا 10 3 و 3 و 4، مورها غندير النص الى 5 اللي هي 2.5، وطبعا غادي نقص 10 ناقص 5 هي 5، غادي نضرب 3 ناقص 3 هي 0، غنزيد 3 وغنزيد 4، اذا عندي هنا 4. اطلبوا مني الوحده الهكتوليتر، غنجي نجيب الهكتوليتر وغندير العمليه باردون، اذا هنا اذا بتعطيني 4 فاصله ماشي، اذا 4.305، اذا هذه خط 4.305. 1.2 هكتوليتر زائد 12.5 لتر ناقص 2545 سنتيمتر، طبعا غنجي عاوتاني نحط هنايا 1.2 هكتوليتر هي، وغنحط 12.5 لتر هي، وغنحسبهم 5 2 3 1، وغادي نقص منهم 2545 سنتيمتر هي، اذا تعطيني هنا 5، غادي نرجع الحساب لبلاصتو، 5 ناقص 5 هي 0، طبعا 2 ناقص 5 ما يمكنش، غنقول 12 ناقص 5 هي 7، غادي نرد الحساب لبلاصتو، تعطيني 3 ناقص 3 هي 0، وبقى عندي هنا واحد ديالي، اشنين وحده يطلبوا لي هي ديكا لتر، اذا تعطيني هي 10.705. بالطريقه الاخرى حتى هي كذلك، تلاحظوا عندي هنايا 2.5 ديكا لتر مع 5.5 لتر، غنجمعها وغنلقى 540 لتر. الأخيرة كذلك غنجمع هذه مع هذه مع هذه وغنحولهم لسنتيمتر، إذا عندي 23.5 لتر زائد 0.1 هكتوليتر زائد 12.5 ديسيلتر، غنحطهم كلهم في الجدول وغادي نلقى 3475 سنتيلتر. ندوزو التمرين 5، أكتب الرمز المناسب. طبعا هنا غنخدمو بالتحويلات، إذا هنا غدير الجدول باش تأكدوا، طبعا أنا غنعطيكم الأجوبة. إذا هذه 0.75 هكتوليتر أكبر من 1.5 لتر، عندي هنايا 45.5 ديسيلتر أصغر من 2.5 ديكاليتر، وعندي هنا 12.5 لتر أكبر من 546 سنتيلتر. ورتب طبعا غادي نرتبهم، أصغر واحد عندي هو 60 سنتيلتر، طبعا أصغر من 12.5 لتر، طبعا أصغر من 2.5 ديكاليتر، وأصغر من 0.75 هكتوليتر. ونمروا لاخر تمرين في الصفحه ديالنا 121، كومبيان دو فيغ بلان فوتيل فيرسي دون لو سو بور لو رومبليغ، اذا قال لك هنايا كم من كاس ممتلئ ممكن نقلبوه هنايا نكبوه هنايا في السطل ويعمر ليا هنايا هذا السطل. طبعا تلاحظوا انا عندي 18 لتر والكاس تهز ليا 24 سنتيلتر.